اجتمع المجلس الاكبر لهيكليه الامم فرسان الهيكل وقرر بالاجماع تعيين امين مفتاح كنيسه القيامه وحامل ختم القبر المقدس في مدينه القدس السيد اديب الحسيني ليكون مفوضا ساميا للنهوض بالحوار بين الثقافات والاديان والمنسق الوطني لخدمه المساعده المدنيه للدول مع كامل الامتيازات المرتبطه بهذا التعيين ويشار ان السيد الحسيني حمل الامانه عن والده منذ خمسين عاما وان عائلته توارثت حمل مفتاح القيامه منذ حوالي ثمانمائه واربعين عاما